طبعا الكابتن عادل هيكل، وحقيقة كنت حارس مرمى كبير كابتن عصام عبد المنعم، وكنت موجود فترة الكابتن عادل هيكل. اكلمنا برضو عن الكابتن عادل في الفترة دي، وكان موجود برضو معاك مع حضرتك في جيل الكبار وقتها. عادل هيكل كان يعني ايه، هو النجومية بالنسبة لنا. لان عادل كان نجم وتطلع في افلام سينما. وشكله وسيم وبتاع، فكنا بنتفرج عليه بنجومية مش بس الكورة، بنجومية الكورة والسينما والحلم ان انت تبقى مشهور وانك يبقى عندك عربية. برضو كان ده من القلائل اللي جابوا عربية بدري. احنا كان الكابتن عادل هيكل هو اول واحد ركب عربية في الجيل ده. طبعا، لانه يعني كان الامل بالنسبة لنا ان احنا نركب تاكسي. احنا ناخد تاكسي يعني. انما غير كده فترة طويلة بنروح بالاوتوبيس وبنرجع بالاوتوبيس من التمرين. كل الناس ولاعيبة الدرجة الاولى جابوا الاوتوبيسات عادي يعني. ما حدش كان عنده عربية. لما ربنا يفتح عليه شوية ابتدي المكافآت تزيد ياخد تاكسي. مين اللي كان دمه خفيف في الجيل بتاعكم، جيل الكبار لحضرتك، الجيل اللي حضرتك كل الاسماء اللي انت قلتها؟ والله كتير دمهم خفيف. كان في مصطفى عبد الغالي دمه خفيف قوي. وسعيد ابو نور كان دمه خفيف. رفعت الفناجيلي كان اسطوره. كابتن رفعت الفناجيلي، رفعت الفناجيلي كان دمه خفيف لانه القفشات بتاعته باللهجه الدمياطي، فكانت حتى لو ما قفش باللهجه بتاعته بنضحك يعني. طب ما تقول لنا حاجات كده لو حضرتك فاكر. لا لا مش فاكر. لا لا. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. الجيل ده يعني للاسف نقدر نقول حظه وحش ان جه فتره وفتره النكسه و67 ولعيبه كتير منهم بطلت بسبب النكسه وقتها. فعلا مش محظوظين لحاجات كتير لانه يعني النشاط الرسمي وقف فتره طويله. الفتره اللي هم كان المفروض يتوهجوا فيها ويتالقوا. لكن طبعا ده قدرهم يعني. هنعمل ايه يعني. الحمد لله.